السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. النهارده جاي مع بعض فيديو جديد وتصميم صورة بالذكاء الاصطناعي هتكون كويسة جدا بمناسبة عيد الحب يا شباب، لشاب وبنته، في نفس الوقت يكون معانا الاسماء والاعمار بتاعتهم ان هم يكونوا كل حد فيهم كام سنة، وفي نفس الوقت يكون معاهم هدية او معاهم حاجة تخص عيد الحب. كل اللي هنحتاجه يا شباب هنيجي على جوجل، ومن اليو ار اللي من هنا كده بدل ما نكتب bing.com هنكتب مايكروسوفت ديزاينر بالشكل ده، هيفتح معانا الموقع بالواجهة اللي احنا شايفينها دي. لو نزلنا تحت كده هنا شويه هنلاقي في حاجه اسمها ايميج كريتور بالشكل ده هنا كده، نضغط على جنريت من هنا تفتح معانا الواجهه برضو اللي احنا شايفينها دي. نيجي من هنا كده يا شباب في الديسكريبشن بتاعنا بالشكل اللي احنا شايفينه ده، ونضغط لاسك للديسكريبشن اللي احنا كاتبينه في الفيديو ده. هتلاقي الاسماء هنا والاعمار، انا كاتب ان الشاب يكون عنده 25 سنه، البنت يكون عندها 23 سنه بالشكل ده، تكون البنت اسمها مروه كمسال، ويكون الشاب اسمه مصطفى زي ما احنا ما شايفين اهو، يكون فالنتاين دي. شوف انت عايز بقى عيد الجواز ايا كان يعني براحتك انت. ويا شباب هنيجي بعد كده نضغط جنريت هنا كده ونشوف النتائج هتكون ظاهره معانا عامله ازاي، وتكون ممتازه باذن الله. ظهرت معانا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. اول صوره هي يا شباب الصوره دي ممتازه جدا، مكتوب اسم مصطفى اهو بالشكل اللي احنا شايفينه ده، موجود ان البنت لابسه زونت بالشكل ده برضو. معانا الصوره الثانيه بالشكل ده، ولكن الصوره دي على قد ان هي كويسه عن داونلود، ولكن هي مشكلتها في اللبس. فانا وليكن هضغط جنريت مره ثانيه زي ما احنا شايفين كده، نعمل التجربه مره ثانيه. احنا كده بنقول ان احنا بنضغط كده، خلينا نغير الصور اللي هو بيديها لنا ونشوف الصور هتكون عامله ازاي. ظهرت معانا بالشكل اللي احنا شايفينه ده، بالشكل ده يا شباب. الصوره دي ممتازه جدا جدا، ننزلها. معانا الصوره الثانيه دي، الصوره دي برده كويسه جدا، عاد ان هي كرتونيه شويه ولكن ممتازه جدا. نقدر ان احنا نغير الوشوش طبعا زي ما احنا ما عارفين. نقدر نيجي بقى هنا تاني كده يا شباب، وعند البنت هنا كده الجيرل ايه؟ جيرل نيم. هنكتب قبلها كانشر كلمه مسلم، ونكتب حجاب بالشكل ده كده اهو، معلش بالشكل ده، ونضغط جنريت يا شباب ونشوف النتائج برده معانا تكون عامله ازاي. ظهرت معانا يا شباب بالشكل اللي احنا شايفينه ده، الصور دي ممتازه جدا. اهي الصور اهي، البنت بقى هنا بحجاب زي ما احنا ما طلبنا منه. هنداونلود ونشوف الصوره الثانيه دي، الصوره دي كويسه برضه داونلود، ولكن في هنا مشكله انا لاحظتها وهي في اللبس بتاع الشخصيه نفسها. هنرجع تاني ونضغط جنريت مره تانيه. طبعا التجارب دي هتفيدك انت لان هي توفر لك اكتر من صوره تقدر انت تجرب عليها. ظهرت معانا بالشكل ده بقى، الصور دي ممتازه جدا اهي، اللبس فيها محترم جدا وكويس، اسم الشخص مصطفى اهو مكتوب، المكان كويس جدا، فالنتاين دي زي احنا مش شايفين، داونلود. والصوره الثانيه معانا برده ممتازه جدا جدا، هنضغط داونلود بالشكل اللي احنا شايفينه ده. الموضوع يا شباب زي ما قلنا مش محتاج اي مجهود خالص، كل اللي انت بس هتعمله ان انت تفهم بس في الديسكريبشن او الوصف البحثي اللي انت تطلب بيه الصور. في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله بعلمكم ازاي تكتبوا اصلا الوصف ده في العموم، بس اهم حاجه يا شباب في الفيديو ده ان انت تهتم بحته اسماء الاشخاص عشان ما تنساش، وفي نفس الوقت الاعمار زي ما انت شايف تكتب مصريين بالشكل ده عشان يجيب لك اماكن قريبه شويه موجوده في مصر، بدل ما يجيب لك مدن خياليه يعني مش موجوده في الواقع اصلا. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك، تفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد، سيب تعليق قول اللي فيه رايك، قول لو انت عايز نكمل في تصميم الذكاء الاصطناعي والوصف البحثي للذكاء الاصطناعي، وان شاء الله هعمل كل الفيديوهات في اقرب وقت ممكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.